بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. سنقرأ اليوم من مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لقاريها على المراد. قال ابن عاشر رحمه الله في منظومته المشهورة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، قال في أنواع الحكم: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادتنا وضع جلا. أنواع الحكم في الجملة تقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. قال وحكمنا، الحكم هو إثبات أمر لأمر إيجابا أو نفيا. تقول الطائرة سريعة، هذا حكم، فأنت تثبت السرعة للطائرة، فهذا يسمى النسبة التامة احترازا من النسب التقييدية، وهي بالإضافة أو بالصفة. مثال الإضافة أن تقول سيارة خالد، النسبة لم تتم، ما لها، الجملة لم تكتمل. سيارة خالد ما لها، يعني تقول سيارة خالد بقي ذهن السامع مشغول، مع أن كلمة سيارة مطلقة وقيدت بالإضافة إلى خالد فأصبحت معروفة. إذن هذه الإضافة نسبة تقييدية لكنها ليست تامة، فتقول سيارة خالد حديثة، هذه أصبحت نسبة تامة. وقد تكون النسبة التقييدية، أعني غير التامة، بالصفة، فتقول الطالب المجتهد، فذهني يخلو، ما لهذه الطالب، ما للطالب المجتهد، ماذا حصل له، أصابه مكروه، فقلت الطالب المجتهد، فأنا الطالب مبتدأ والمجتهد صفة، لكنني لم أخبر بعد، فأقول الطالب المجتهد نال جائزة، أصبحت النسبة تامة. إذن النسبة التامة هي إثبات أمر لأمر، قد يكون إيجابا، كان تقول خالد في الدار، وقد يكون سلبا فتقول ليس خالد في الدار، واضح؟ هذه هي النسبة التامة. قال وحكمنا العقلي وقف على عادة نوضع بلا. لما قال قضية، معنى كلمة قضية أي حكم، لكنه لم يقل وحكمنا العقلي حكم، حتى لا يدخل المحدود في الحد. يعني لو قال حكمنا العقلي حكم، عرفت حكم بأنه حكم، والحكم العقلي يعرف بالاختبار العقلي وجريان العقل بهذا الأمر. فالحكم العقلي لا يحتاج إلى التجريب في الواقع لتثبت النسبة صوابا وخطأ. فإذا قلت واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل تحتاج إلى تجربة بأن تأتي بهاتف وهاتف حتى تتبين أنه يساوي اثنين، أم تكتفي بالتفكير؟ سين زائد واحد يساوي ثلاثة، إذن سين تساوي اثنين، هذا حكم عقلي. لماذا؟ لأنه متوقف على التجريب العقلي، الاحتمالات والإحصاءات كلها تتوقف على التجريب العقلي. إذن بلا وقف على عادة، أن الحكم العادي متوقف على التجريب في الواقع. الحكم العادي ما يتوقف معرفة الصواب والخطأ فيه على الممارسة في الواقع. على سبيل المثال التنظيمات الإدارية في المجتمع، يعني هذا المبنى مصمم في تهاوي جانبية، هناك شارع 60 متر، هناك إلى آخره، أنت تتوقع أن هذا الطريق يجب أن يكون 60 مترا، بعدما شققت الطريق في أمانة عمان مثلا تبين أنه كان ينبغي أن يكون 80 مترا. من أين عرفنا الصواب والخطأ؟ من الممارسة الواقعية. الآن نأتي إلى مشكلة معينة، هذا الدوار يعني يسبب أزمة، فلنقم بإشارة، فأزلنا الدوار ووضعنا إشارة، ازدادت الأزمة، من أين استفدنا الخطأ، أن هذا خطأ؟ هل أخذناه من القرآن
ولا من العقل ولا من العادة في الواقع؟ من العادة في الواقع. من العادة في الواقع. كل تجارب الفيزياء والكيمياء تصنفها من العقل أو الشرعي أو العادي؟ العادي. مستفادة من العادة، يعني ندخل إلى التجربة فندخل العوامل ونبدأ بتكثيف العوامل وعزل العوامل إلى أن نكتشف العامل المؤثر في المرض. كل ما يضغ للتجريب فهذا حكم مأخوذ من العادة وحكم عادي. تتوقف معرفة الحق فيه على التجربة، لكن لا يعني أنه عادي، إذا لا علاقة للشريعة به. لذلك الشريعة في هذا المجال فتحت الباب على مصراعيه للتطوير، وهو أصلا لا يتصور تصادمه مع الشرع لأنه يعرف بالواقع. أما المسائل الشرعية فلا تعرف إلا من جهة الشارع. وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. الوضع اللي هو الوضع الشرعي لا يعرف إلا من جهة الشرع. لو دخلنا بمختبر وأردنا أن نعرف حصة الأنثى من الذكر في الميراث، هل ينتج لنا المختبر ذلك؟ لا تستطيع أن تقوم بتجربة وتقول صلاة الفجر 3 ركعات، لا يمكن أن يعرف إلا من جهة الشرع. طيب تحريم القمار، ممكن الناس يقولوا القمار يا نصيب خيري، ويتيهون في ذلك تيها عظيما، يقولوا هاي إحنا النصيب يا نصيب الخيري، وأعطينا للفقراء وأعطينا للمساكين وهكذا وربحنا. فهنا يضل الناس، هنا تتكامل العلوم ولا تتناقض. لاحظوا أن الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي يكملان حياة البشر. فالعادي يبحث في العاديات ويكتشف في الطبيعيات والنظر في الكون، والعقلي هو أداة التجريب للنتائج والاختبارات، واضح؟ والشريعة هي حماية الله للبشر من الوقوع في مزالق الخطر. إذا تكاملت الحياة الإنسانية بهذا البيت. وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة الوضع جلاء.